السلام عليكم. فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. هذا الفيديو نقدم لكم خلطة سحرية لتنظيف الثلاجة وتعقيمها وتعطيرها. نحتاج المكونات الى عصير ليمونة وملعقة كبيرة من الخل الابيض وملعقة صغيرة من معجون الاسنان، اي نوع من المعجون يكون عندكم، كاس كبير نتاع الماء يكون ساخن، مشي مغلي صح، ساخن. نخلطوا كل المكونات جيدا حتى يذوب المعجون وتتكون رغوة خفيفة. فرغ الخليط اللي تحصلتي عليه في رشاش باش يسهل عليك التنظيف. الخليط اللي تحصلنا عليه ريحته منعشة ورائعة. رشي كل أركان الثلاجة بالمحلول اللي تحصلنا عليه وخليها لمدة 5 دقائق، بعد عاد ولي نطفيها. بهذه الخلطة غادي تحصلي على ثلاجة نظيفة ومعقمة ومعطرة، كل الروائح الكريهة غادي تروح منها وتكوني قضيتي على كل البكتيريا اللي تكون في الثلاجة. جربي هذه الوصفة ولن تندمي. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.